مصعد 45 بإذن الله سوف يتم مداهمته والسيطرة عليه من قبل أفراد الجيش السوري الحر. المكتب الإعلامي كتائب الهجرة إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتائب الهجرة إلى الله، التحضير لعملية. نحن الآن قبل بدء العملية إحدى كتائب الهجرة إلى الله. تكبير الله أكبر، الله أكبر. كتائب الهجرة إلى الله تقوم بالاشتباك في بمرصد 45 في جبال التركمان. يلا يلا حجي يلا يلا. الله أكبر، الله أكبر. أن الله قدر، الله أكبر. Thank you.